يأمن اللعبة الماضية 1-0 من أصعب النتائج في عالم كرة القدم. رأسية التعادل، التعادل للنادي الأهلي. يعود باتريك، يعود ويضع بصمة باتريك. نعم الأهلي يعود في نتيجة المباراة، الأهلي يعود برأسية باتريك. تونا نتحدث إنه نتيجة 1-0 أصعب نتيجة في عالم كرة القدم، أصعب نتيجة. قد يأتي التعادل، أتى التعادل. شوف العرضية، عرضية صالح بدر اليزيدي، هبة بالرأس من باتريك، هبة بالرأس من باتريك. وينك يا عبد النور؟ وينك يا عبد النور؟ أم صلال ما يشوف إلا النور والشعاع في هذه الكرة. التعادل برأسية باتريك. يعود العميد الأهلاوي، يعود العميد الأهلاوي بـ10 لاعبين. ياهو سيناريو.